حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي. أهلا وسهلا فيكم متابعين قناة خط سير، مع يوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد. بحب أذكركم بالاشتراك بالقناة وابداء الإعجاب، وإذا عجبك الفيديو شيره وعلق له عليه وما تنسى زر الجرس. هاي القناة قناتكم، إذا عندك أي مكان حاب تشوفه بس خبرنا عنه وإحنا إن شاء الله بنوصل له ونعمل لك عنه فيديو مميز. إحنا هنا رجعنا على منطقة الصفوي لأنه في عندي طلب من جمهورية مصر العربية الشقيقة، الأخت سارة من قناة عري طلبوا مني إني أصور مقابل المدارس الإنجليزية الأمريكية، آسف. فالمدارس الأمريكية هلأ هي على شمالنا مباشرة، أنا صورت المنطقة قبل هالمرة بس ما دخلتش هذا الشارع، هي حابة تشوف المنطقة المقابل المدارس الأمريكية مباشرة. طبعا اللي بده يعرف أي معلومات عن منطقة الدوار السابع ومنطقة السيفوي يرجع الفيديو الماضي، يعني ما صار لي زمان منزله، ممكن أسبوعين يعني ما إله هالفترة الطويلة. هلأ المدارس الأمريكية موجودة على يسارنا بالضبط، هيها على يسارنا مش مبينة معي بالكاميرا. على كل أنا لما أطلع راح أطلع من عندها. هذه هي المنطقة اللي طلبتها مني الأخت سارة من قناة عري. طبعا أنا شفت القناة، قناة جميلة محتواها جميل، اللي عنده أي اهتمام في جمهورية مصر العربية ويشوف شغلات جديدة عم بتصير فيها، أنا والله بقى يعني بشجعه أنه يشوف هاي القناة ويشترك فيها صراحة، لأنه محتواها جميل وبتصور أماكن جديدة اللي أنا شفتها، يعني كذا مكان جديد، ف تصوير رايق ومعلومات جميلة اللي بتتقدم في القناة. نرجع لموضوعنا، هذه هي المنطقة اللي طلبتها مني الأخت سارة اللي عندها قناة اسمها عري موجودة في جمهورية مصر. خلينا نشوف هون. هلا هذا طبعا هذول اللي احنا بنعرفهم باع المتجولين، ببيعوا بأسعار رخيصة للناس، يعني هي حاط ذراية، حاط بندورة، حاط بطاطا وخيار، يعني الله يرزقه ما شاء الله. طبعا المدارس هلا هي على شمالنا، انا حاخذ هذا الشارع وارجع الف وادخل داخل الشارع الموازي له على جهة اليمين واطلع من مقابل المدارس الامريكية لحتى تشوفها. زي ما انتم شايفينها منطقة راقية طبعا وغالية باسعار الشقق، انا اعطيتكم اسعار الشقق والايجارات فيها، منطقة كثير غالية لانه جاي تقريبا في عصب عمان، يعني منطقة كثير حيوية، جاي بين شوارع كثير مهمة بعمان مثل شارع المدينة الطبية وشارع المطار وشوارع ثانية زي شارع مكة قريبة منه، شارع عبدالله غوشة، يعني منطقة كثير كثير حيوية ومهمة وفيها عدد كبير من المكاتب، هذا بالنسبة للتجارة، للمكاتب التجارية وللمحلات التجارية، وفيها كمية فلل كثير كبيرة لأنه زي ما حكينا أغلبية مناطقها مناطق ألف وباء، يعني المناطق اللي معروفة بالفلل و القصور. هذا الشارع انا بتوقع دخلته لما صورت، نعم لما صورت سيفوي انا هذا الشارع دخلته، بس بدي احاول ارجع من قدام المدرسة الامريكية. انا خبرت الاخت انه انا صورته بس هي ممكن ما كانت متأكدة انه انا صورته، انا عندي تصوير على طريق المطار، لهيك انا حكيت خليني ارجع واصور لها المنطقة وتشوفها مرة ثانية، لانه خلص يعني اصرارها لان هي ما بتعرف عمان مثل ما احنا بنعرفها. فان شاء الله بتمنى ان يكون الفيديو هذا شامل بالنسبه لها، وراح اطلع لها من قدام المدارس الامريكيه. انا بس ان شاء الله ما يكون قصدها خلف المدارس الامريكيه مش امامها، لانه خلف المدارس الامريكيه حي ثاني ما له دخل بهذا الحي، مختلفين عن بعض، يعني بتوقع انه بيتبع لدير غبار بهذيك المنطقه. وعلى فكره انا صورت المنطقه الخلفيه بس ابعد شوي في فيديو دير غبار اللي سميته من الفيلا الفاخره الى الشقق التجارية أو شيء من هالقبيل. يعني شوفوا ما شاء الله شوارعها جميلة، أشجارها جميلة. هذا كوزمو، هذا زي السيفوي اسمه كوزمو، طبعا تكلمت عنه المرة الماضية، برضه مش رخيص، يعني من الأماكن المش رخيصة للي حاب يتبضع، إله ناسه إله زواره اللي بيجوا له. هلا المدرسة الأمريكية على يمين، أنا راح أطلع من عند المدارس على السريع، يعني هذا فيديو سريع جدا أنا عملته لحتى بس ألبي الطلب اللي طلبته منا الأخت سارة. أنا هنا طالع من هون حطلع مباشرة دغري، هذه اللي قدامنا هي المدارس الأمريكية American School اللي عليها العلم الأردني، أنا حطلع من عندها مباشرة وظل مكمل على طريق المطار. طبعا مكان المنطقة هي كثير ممتاز لأنه بيوصلك مباشرة بطريق المطار، يعني هذا الطريق اللي أنا طالع عليه بيطلعنا على امتداد الدوار السابع أو امتداد إشارات السابع، ومنها بنضلنا مكملين على طريق المطار.
انا المفروض اروح على اليسار، مش عارف هذا الشارع هذا مغلق. مغلق هذا الشارع، لازم الف وارجع وراء البي ام اللي مرت. خلينا نلف، ما في مشكلة، لازم تغلط عشان تندل. شايفين هذه المدارس الأمريكية، وهذا الشارع الموازي تماما لشارع المطار أو الشارع الفرعي اللي بيطلع من نفق السابع حتى المطار. طبعا في ناس ممكن تستغرب، يقولوا مرة بيحكي الدوار السابع، مرة بيحكي نفق السابع، مرة بيحكي إشارات السابع، لأنه هيك الوضع، يعني هيك هو الوضع. كانت عبارة عن دوار هاي الإشارات، بعدين عملوا عليها إشارات، بعدين عملوا نفق تحت وإشارات فوق، لهيك كل التسميات بتزبط. هذه يعني من نهاية المدارس، يعني هذا اللي شايفينه السيارات، أتوقع لطاقم اللي بيشتغل في المدارس. خلينا نطلع لقدام، هذا هو الشارع الموازي أو الشارع اللي بيطلع من نفق السابع بيكمل على طريق المطار. شوفوا ما أجمله، يعني بس ناقصه تخطيط صراحة، بده تخطيط عشان يصير أفضل. لأنه شوفوا السيارات الحديثة كلها هلا بتمشي على الخطوط، يعني لما بدك تكون سايق بسيارة وبدكش إنك أنت تكون القائد للسيارة، فبتشغل القيادة الذاتية. فالقيادة الذاتية بتمشي على الخطوط، عندنا خطوط ما فيها يا جماعة، يعني السيارات الذكية هون عندنا غبية، مش راح ما راح تزبط أبدا، ما راح تنفع. السيارات البلد حتى لو كانت ذكية بنغبيها، احنا بنخليها غبية. على كل نهاية مجرد مزحة. على كل إن هون أنا بقدر أقول لكم ليوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد، ومع ألف سلامة.